تقبل الامر ونخليه كامر عادي. لا انا نتقبله هو كانسان. انا اذا انت متحول نبغيك خويا وعزيز عليا ولا تراني كنقولش انا ولكن بلاتي ما نبغي لي ماشي تجبين انا لوبيا. قول لي انا اشوف فايكول هضر لي قلتي باش نسطروا عليها باش الناس تدخلوا من راسها الفكره. اسمع رضا اسمع عمو هذا اسمع الناس اللي في اللايف الهضره اللي كنقول لي هذيك. ما تجيش تقول لي انا لوبيا اجي قول لي انا انسان. إيه وما تجي تقول لي انا لوبيا بعرض مخي واش فهمتي خير هذا شنو الفكره انسان لوبيا اجي عندي قول لي انا انسان مرحبا. ولكن باش تقول لي لوبيا وتقبلني ما غنتقبلكش. اجي قول لي انا شوف انسان شوف هشام هشام اسمع لي نقول لك واحد الكلمه. دابا انت يمكن انت ما تتقبلش ولكن كاينين ناس اخرين رجاله واعري الناس ماشي ما كنتقبلش. شوف شوف رضا ماشي ما كنتقبلش عزاز عليهم اللوبيات مع عمو. شوف شوف رضا اسمعني فهمني اخويا الله يرحم الوالدين باش نتفاهموا. ماشي ما فهمتك. شوف ماشي ما كنتقبلش ما كنتقبلش اللوبيا نتعاشر معاه بحال دابا نخرجوا معاه نعيش معاه في بلاصه وحده. ولكن نقدر نخدم معاه بيزنس نقدر بحال دابا نجيب شي دايرين شي فيلم نمثل انا وياه ما عنديش مشكل نقدر نخدمه بيزنس. ولكن كنقول لك حياه لا يعني عادي راي ديالي ماشي كنقول شي ما قلتش يعني هذا مش يعني هذا مش شوف حيت شوف حيت اخي رضا فاش غادي تعاشر مع واحد اللوبيا حنا في واحد المجتمع اللي ما كيرحمش فاش غاتعاشر معاه وتخرج معاه يقول لك راه كيطحنوا واش فهمتيني. وانا ما كنقولش شي واحد يهدني بشي حاجه اللي ما فياش شتي كون كانت فيا ما يهمنيش يقول بلي فيا لا لا شوف والله يا خويا شوف غنقول لك واحد الكلمه شتي حنا انا شوف انا تندوي انا على راسي وما تنخافش وما تنعرفش شنو هو الخوف. انا ملي تنخرج انا معاشر الرجال تنخرج معاهم تنسهر معاهم تمشي معاهم لي بوات ديسكوات اي حاجه مع الرجال. ما عمر شي واحد نعت شي واحد ولا قال هذاك علاش خارجين معاه ولا هذاك علاش ماشيين معاه. يمكن انت ما تعجبك يمكن انت ما تتعجبكش يمكن انت ما تتعجبكش تخرج مع لوبيا ولا تخرج مع هذا. ولكن كاين الناس كنحكوهم رضا شوف انا عندي اصدقائي اللي هما مثلين ولا كانوا عايشين معايا في الدار اصلا وخرجت معاهم وكنخرجوا معايا ما عنديش مشكل. ماشي كنجي من الملولي اللي بغيت نوصل الملولي بغا يقول لكم هو ما عندوش مشكل مع اللوابه ولكن هو ما كيقول لك زعما ما غاديش نتقبل يعني كلمه لوبيا. زعما انا لوبيا ما بغيتش يكون صديقي ولكن الله يسهل عليه كانسان فهمت يعني. هو ماشي قال لك ما كيحملهمش ولا ما متقبلهمش راه هو متقبلهم حيت هما عايشين معنا وهما انا ساريكول. دابا ساريكول انت يا بنت انت بنت اللي عشتي مع لوبيا هانيه انت شنو يقولوا لك عادي ها هو الملولي راجل شوف دابا انت شوف دابا انتيا دابا انتيا ساريكول دابا انتيا تعيشي مع لوبيا 10 20 كاع في الدار عادي شنو غيقولوا؟ لا بحال صحابك دابا الملولي تتبقى تهضر على صحابك كمعقد منه ما صاحبي متقصش والله ما معقد بالعكس. شوف بالعكس انا ما معقد منهم ما عندي معاهم مشكل ما عندي معاهم ولكن ولكن اسمع رضا راه المشكل اللي قلت لك ما يجيش بما يقول لي انا لوبيا تقبلني قول لي انا انسان. لا انت ماشي لوبيا انت رويج لوبس ماشي عليا وماشي عليا زعما انت تقولوا القلوبيا ولا شنو؟ واش شي واحد يجي عندي ما يجيش عندي يقول لي انا راني لوبيا تقبلني يجي عندي يقول لي انا انسان تقبلني. اما باش يجي يقول لي لوبيا ويفرض عليا التلوبيات ديالو لا يجي انسان مرحبا نتعاملوا اي معامله من الاولي كل فرض عليك التلوبيات ديالو. وها هي صوفيا قبيله كتقول كلمه كيفاش لو بالله ينعل دين امه الله يعطيه لامه. لا ما خاصهاش تقول هذا ماشي تقول صوفيا فما وهي حره في تقول لي انا كتهضر عليا 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 والله يهدى نعم يا المنولي. دابا انت منين هضرتي وقلتي هاد الهضره واش حبستك شي واحد؟ ما حبسك حتى واحد. انا ما سبيتش هذا تبقى تسب ما تسبش تقول لا بلاتي انت دابا تقول لا اللوبيات ما تنحملهمش ماشي ما تنحملهمش ما عنديش مشكل ما تنبغيهمش يعيشوا معايا ما تنبغيهمش يديروا معايا ما تنبغيش نكون بارك معاهم ما تنبغيش عادي. ولكن انت هي راه قالت الله يعطي دير مقصيده اللي تبغيش اللوبيات شغل هذاك ما تنرجع اخويا على اللوبيات او ما نجيش على الصحاب. وحنا كنجيو معنا حنا كنجيو مع الحق حنا كنجيو مع الحق ماشي مع اللوبيا ولا مع ماشي لوبيا كنجيو مع اللوجيك مع المنطق. اجل سميتها المنطق. دابا اخويا انت فهاد الشهر الغفران بغيتي تبقى تكلاشي فينا وتبقى تعير فينا. والله اخويا ماشي شوف خويا شوف اصلا انا البارح طلعت على حاجه واحده اخرى في اللايف هما سولوني سؤال هذا السؤال هما اللي جابوه اسئله من الاسئله سؤال من الاسئله جاوبت عليه يعني كان يمكن نخسر الهضره واحد الدقيقه تعطيني واحد الدقيقه نخسر الهضره. لا 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 خلي لايف زوين خلي لايف حوار لا راه حيت دابا التعاليق بداو تيتعرى
رضا اسمع اسمع رضا اسمع اسمع رضا اقسم بالله كنكونوا غاديين في الزنقه وكيجيو كيتصوروا معنا عيالات بوليداتهم كيقولنا كنتفرجوا فيكم الحمد لله حتى حنا تنتم غادي انا شوف راه كنشوف لكم دي كومونتير خايبين ولكن ما كنتسوقوش لهم علاش احتراما لدوك انا خويا انا خويا بدلت واش شوف كيتبدلوا لي انا راه بدلت دير بوجهو دير بوجهو اسمع حتى انا بدلت الستايل ديالي عمو الباريزي كي جاك ستايلي من ديك النهار لدابا حتى انا راه وليت فلوجر كبير حتى انا ولاو الناس يتصوروا معايا حتى انا وليت نطلع طون دونس في الامارات في المغرب حتى انا راه دير بوم في انا خويا الله يسخر لك ولكن دابا انت البارح منين هضرتي درتي على اليوتيوب قلتي انا بوحدي اللي تنعطي محتوى زوينات الناس كلهم اللي في اليوتيوب لا انا ما قلتش فيك سمعتي قلت انا هذه الجمله ديال عمو الباريزي قلتيها البارح وقيلا ما عرفتش بحال هذا اللقطه صاري كول انا قلت انا بوحدي اللي كنعطي محتوى زوين وانت باقي ما كيعطي والو انا قلتها لا قلتيها بواحد الطريقه بحق ما بقيتش عاقله بحق ماشي قال زعما حتى واحد ما عنده محتوى لا حيت هو كاين بزاف ديال اليوتيوبر انا تنهضر على راه شوف انا ديما شوف رضا باش نقول حاجه انا باش طلع باسرع سرعه صبر هشام طلع باسرع سرعه في اليوتيوب مؤخرا هذه ما كانش شوف رضا باش تفهم واحد الحاجه انا شوف رضا اسمع رضا باش تفهم واحد الحاجه انا فاش كنهضر ديما ما كنهضرش بالجميع انا كنهضر على راسي كندير راسي بين قوسين اونتر بارونتيز كنهضر على راسي انا عمري كنهضر بالجميع انا ما كنهضر انا فاش كنهضر كنهضر على راسي حيت دابا جيت قلت لك انا درت وفعلت كيقول المهم انت انا درت ما كنقولكش انت درتي ولا ما درتي انا كنهضر على راسي كل واحد عنده بركته في اليوتيوب تقدر حتى عندك ناس متبعينك ما تيتبعونيش انا ما تيكرهوني كاينين الناس متبعيني انا ما تيحملوكش حتى تيكرهوك كل واحد عنده بركته في اليوتيوب ماشي كلشي ماشي كلشي غيبغيك ماشي كلشي غيكرهك ضروري راه الحياه هذه كل واحد يعني عنده بركته في اليوتيوب ماشي يعني شحال واحد كيجي عندك يقول لي ما عنديش معاك كنبدا كنضحك واش كتضحك كنقول ما كيهمنيش الراي ديالك ما انت ما عندكش معايا شنو تجي ندير لك انا انا قلت لك عادي انا نوصل واحد الميساج من هذا المنبر هذا دابا جبت هذا الهضره نوصل هذا الميساج هذا الشيء اخي رضا شتي نقولك واحد الحاجه الشيء اللي كيبغيك راه كيبغيك من قلبه واللي كيكرهك كيكرهك من قلبه الخيبه هي التجاهل لانديفيرونس ما كيتسوقش ليك يعني بدل ما دايرش كاع انا راه تنقولها حتى انا الشيء اللي كيدخل يسبك راه كيبغيك بطريقه غير مباشره واللي كيدخل يدير الكومونتاج ما كيبغيك بطريقه مباشره الشيء الخيبه هي ما كيتسوقش ليك ما كيدخلكش كاع صح حيت نجي نعطيك وقت راه تقول لي واحد السيده يوتيوبرز كبيره انا في الامارات قالت لي السيده كاع اللي داك اللي تكتب كومونتير خايب عرفوا تا هو خديتي من وقته وكتب لك كومونتير خايب وعطاك وقته وكتب لك واحد الحاجه خايبه وراه هو تيبغيك اما بس الموضوع ديال المثليه وموضوع ديال اللوبيات وموضوع هذا كل واحد شوف حنا ربي كل واحد عاطيه شنو تيدير كل واحد شغلو هذاك لا هذاك مثلي ولا انا مثلي ولا الاخر مثلي كل واحد ياك تا قال لك واحد خونا قال لي تفوت لي هاكا راهو فين ما مشات